واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقه، وجهه نظري ان الكابتن علاء عبد العال عمل اعجاز وليس انجاز. ان الداخليه تقعد السنه اللي فاتت ده بالنسبه لي كان اعجاز كبير جدا. كابتن علاء مدير فني على اعلى مستوى الحقيقه، ومش بالكلام ولا باللي انا بقوله ولكن بالفعل الحقيقه. خد فريق الكل قال ان هو هينزل في موقف متأزم حتى لغايه اخر مباراه، اخر مباراه ده اللي حصل فيها ده حاجه غريبه جدا، ولكن في النهايه استطاع ان يبقى. والبقاء في الدوري في هذا في هذه الظروف موضوع صعب جدا. اولا يا كابتن علاء الف مبروك طبعا على توليك مسؤوليه الجونه، الاداره الفنيه للجونه، والف مبروك الحقيقه على النجاحات المتتاليه في العام السابق. اهلا بك كابتن اسلام، والله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني انا الحقيقه يا كابتن علاء مش هكذب عليك، انا كنت من الناس اللي تحب ان المحله يقعد، اسوان يقعد بصفتها انديه جماهيريه طبعا، ولكن انا بتكلم كوره وفنيا وبكل نزاهه. قدرت تقعد الفريق الداخليه في مباريات صعبه جدا جدا جدا. الفكره دي بتتعمل ازاي يا كابتن علاء؟ يعني انت كان عندك اصرار، يعني انا بحب اتفرج على الماتشات اللي حضرتك بتبقى مدير فني فيها، كان عندك اصرار ازاي او قدرت تواصل بالفريق ان انت من اول مباراه مسكتهم لغايه اخر مباراه انا حاسس ان انت بتقول انا هقعد حتى في ظل الظروف الصعبه جدا؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا يعني انت قلت كلمه جميله جدا، اللي حصل ده اعجاز وليس انجاز فقط، يعني حقيقة. حقيقه فعلا حقيقي، لكن انا ما بطلعش اقول الكلام ده، انما يعني حضرتك قلت الحقيقه ان اللي حصل بقاء الداخليه في ظل الظروف دي اعجاز، لان انا مسكت الفريق وعامل 13 نقطه في المركز الاخير في نهايه الدور الاول، والكل يعلم مدى صعوبه الدور الثاني في تجميع النقاط. حي. والفرق كان بيني وبين الفرقتين اللي هبطوا المحله واسوان، وطبعا يعني انديه جماهيريه وكن كل الانديه الجماهيريه طبعا احترام، ونتمنى الجماهير تملى الملاعب. كان الفرق بيني وبين المحله 13 نقطه وبيني وبين اسوان 10 نقاط ودور ثاني فقط. فطبعا عشان نوصل احنا لغايه اخر مباراه ونعديهم ونحصل عدد نقاط كبير جدا في الدور الثاني في ظل طبعا القماشه المتاحه معايا، ده كان بيتطلب مجهود كبير جدا، كان بيتطلب مني ان انا ما افقدش الامل وانقل الاحساس ده والشعور ده للاعبين، وده اللي كنت بشتغل عليه حقيقي، يعني ان انا لا احنا هنفضل نكافح لغايه اخر مباراه، وده اللي احنا وصلنا له، ان احنا لغايه اخر مباراه عندنا امل ما نرميش الفوطه بدري. خلاهم دوافع كتير جدا. انت لو ما كنتش كسبت المباراه الاخيره ما كنتش وصلت، وكانت او ما كنتش قعدت يعني. اكيد لو تعادلنا حتى لو تعادلت كمان صح. هبطنا، لان احنا كان خلاص نتيجه الحرس والمحله ظهرت ان الحرس فاز، فكانت النتيجه التعادل لغايه الدقيقه 92 صحيح، ودي نتيجه قعد اسوان، وانت بتلعب اسوان في ملعبها ووسط جمهورها وجمهور كبير حضر المباراه، فانت كان الاصرار عندنا لغايه الثواني الاخيره ان احنا نفوز، وقد كان احنا جبنا الهدف في الدقيقه 93، الهدف الثالث والهدف الرابع في الدقيقه 100، يعني الحكم زود كمان على التسع دقائق حوالي دقيقه او دقيقتين قدرنا نجيب الهدف الرابع. مباراه تاريخيه، انا بقول المباراه هتفضل في الاذهان مباراه للتاريخ، لان بمثابه مباراه بطوله اللي يبقى في الدوري الممتاز المصري، فالدوري الممتاز المصري قوي، وفي ظل الظروف دي ان يبقى اسوان او يبقى الداخليه او يبقى المحله كانت يعني كان يوم حاسم، واعتقد الحمد لله كان التوفيق معانا والفوز كان حالتنا ان احنا قدرنا نقعد، وبنقعد فين؟ في ملعب القسم ومنافس مباشر. والمنافس مباشر. عشان بس ما حدش يقول لك اصل لا ده لا، الحقيقه عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، السنه دي كانت من انزه السنين اللي مشيت فيها الدوري، وجهه نظري يعني، انا بتكلم هنا عن وجهه نظر انه كانت نزيهه جدا جدا. محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود وقت مباراته مع المحله كان بيلعب بمنتهى النزاهه ولاسم فريقه، على الجانب الاخر حضرتك طبعا مع اسوان لازم حد فيكم يكسب، وبالتالي كانت كل الامور ماشيه في اتجاه احترام كره القدم الحقيقه يا كابتن علاء. وده المفروض يحصل يا كابتن، وده المفروض صحيح، المفروض ما نتكلمش فيه.
في كل السنوات. ما ينفعش ان في نادي يتعاطف مع نادي صحيح ولاعبين يتعاطفوا مع لاعبين، لا لازم يكون في رقابه وفي رابطه انديه وفي اتحاد كوره، لان انت ما ينفعش انت هتتعاطف ليه مع ده وده وتضيع مجهود فريق اخر. فطبعا فرصه ان انا بشكر تاني وشكرت قبل كده كتير فريق حرس الحدود طبعا واداره وجهاز فني ولاعبين على اللعب بمزاج وشرف، وهم خلي بال حضرتك برضو ضيعوا مني 2 بونت في عز المنافسه. ايوه صح، قبل الماتش ده بـ3 ماتشات تقريبا. يعني اتعادل، احنا كنا كسبانين وتعادلوا معانا في الوقت الضايع، فبالتالي برضو يعني احنا اتقرصنا منهم برضو، فده نتيجه اللعب بنزاهه. صحيح، كانوا لعبوا قدام المحله وقدام اسوان وقدام الداخليه بنزاهه، ده شيء يحسب لهم وبشكرهم جدا. وفي النهايه يبقى الذي يستحق، يعني الحمد لله كنا بنقدم مباريات كويسه جدا. يعني حتى المباراه صحيح اللي قبلها قبل اسوان كانت مع الاسماعيلي، احنا كان يعني استحواذ الداخليه كان افضل في ماتش الاسماعيلي، وضيعنا جوال كتير ودخل فينا جول خطا وضيعنا صح جوال كتيره، فربنا كافئنا في النهايه في يعني مكافاه غير طبيعيه الحمد لله، وكانت سعاده جميله بالنسبه لنا ان احنا بقينا في الدوري الممتاز. وبقول بوجه الشكر لاداره النادي الداخليه وكل العاملين فيها، ان انا جيت لمهمه معينه والحمد لله قدرت انجزها وحققها وهو بقاء الفريق الداخليه. فبالتالي يعني كانوا متفاهمين جدا ان لما جالي عرض الكونه ان انا اروح الكونه، وفي النهايه ده النادي الداخليه ده بيتي. اشتغلنا مع بعض سنوات طويله في الدوري الممتاز، اسم علاء عبد العال اتعرف عن طريق النادي الداخليه، والنادي الداخليه اتعرف عن طريق علاء عبد العال كاداره فنيه. فبقول الحمد لله على الفتره اللي فاتت. لما كنت بلعب في حرس الحدود كنا بنلعب ماتشات وديه معاكم على طول يا كابتن، صح؟ فاكر طبعا. كنا دايما الداخليه وحرس الحدود يعني كانوا بيلعبوا دايما في مع بعض. طيب كنا بنلعب في الملعب الفرعي الرئيسي في استاد القاهره باستمرار يعني. ايوه الملعب الفرعي صح. كانت ايام جميله والله يا كابتن. والايام كلها حلوه ان شاء الله، واللي جاي احلى واحلى ان شاء الله. يعني هناك بعض اللاعبين اللي دايما يعني انا بشوف ان سمير فكري وعبد الرحمن البنوبي الاثنين واحمد سعيد عبد النبي برضو اللي كان معار من النادي الاهلي، هذا الثلاثي مع حضرتك تحديدا كان لهم دور مهم جدا. اللي انا عارفه ان انت عبد الرحمن اكتشفته من ايام بتروجيت حضرتك اللي عامله له. مجموعه لعيبه جيده جدا الحقيقه يا كابتن، هل من المتوقع ان هم يفضلوا يروحوا انديه اخرى؟ وجهه نظرك ايه؟ ناخد واحد واحد. اولا احمد سيد عبد النبي، يعني طبعا تحسب لكابتن رضا شحاته لان هو برضه من النادي الاهلي وعارف طبعا. انا جيت لقيته ولد لعيب كويس ومجتهد وصغير في السن وبقايت على مستوى عالي، يمكن بس قبله الحظ السيء انه اتصاب قبل بطوله افريقيا للمنتخب الاولمبي، كان المفروض ان هو موجود معاهم صح، بس حصل له اصابه فما شاركش معاهم. انما بقايت له مستقبل كبير جدا، ويمكن احنا اشتغلنا عليه وطورنا اداؤه وظهر بشكل كويس قوي، وانا شايف ان هو هيبقى من الباكات رايت، هتبقى يعني زي كابتن اكرام الشاطر كده. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا يعني ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن. سمير فكري ده ابن من ابناء، يعني جايبه عنده 17 او 18 سنه في نادي الداخليه، وخد رحله بره برضه، راح انبي شويه وتليفون بني سويف شويه، وبعد ما كده رجعت تاني الداخليه، رجعت معاه رجعته معايا واستمر في نادي الداخليه لغايه اما بقى سمير فكري الحمد لله. ودلوقتي جايه له عروض كثيره في انديه جماهيريه وانديه اصحاب ماديات عاليه، وبنسبه كبيره شكله كده هينتقل لاحد الانديه خلال يوم او يومين يعني بالكثير قوي، انما لعيب متميز برضه وادى الفريق الداخليه، بالتالي ربنا بيكرمه في مكان اخر يقدر يبدا بقى حياه جديده بالنسبه له. عبد الرحمن البنوبي زي ما حضرتك قلت هو من ناشئين بتروجيت، وانا لما الفتره اللي مسكت فيها بتروجيت كان لفت نظري وتعاقدت مع الفريق اول وهو تحت السن، واشتغلت معاه بشكل كويس واشتغلت بصفه اساسيه، انما طبعا راح سيراميكا ما خدش فرصته بشكل كبير. انا عارفه، رجعت معايا تاني السنه دي في الداخليه في يناير، قدر يشتغل بشكل كويس وظهر وبقى من اللعيبه المميزه اللي ليها مستقبل باهر خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. الجونة يا كابتن يعني تحدي جديد لكابتن علاء عبد العال، يعني طموحاتك ايه معاهم؟ ويعني حتى الآن احنا سمعنا طبعا عارفين ان الجونة صعد وكل حاجة، ولكن يعني الجونة اعلن التعاقد بشكل رسمي مع حضرتك، حضرتك ناوي على ايه ده اولا؟ ثانيا
هل من المحتمل ان يكون هناك صفقات؟ اللي انا عارفه ان حضرتك بتهتم دائما بالشباب والناشئين والاسماء الغير يعني معروفه، وبيجوا عندك يبقوا بشكل اخر، ولا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي الفتره اللي جايه؟ لا، هو خلي بال حضرتك كابتن اسلام، لما قعدت مع مسؤولين الكوره هم عندهم الهدف ده اللي يتماشى مع رؤيتي انا، يعني ان هم كانوا قبل كده بيصرفوا مصاريف كبيره جدا حقيقي بيجيبوا لعيبه اثناء، بس لقوا النتائج في الاخر مش على ما يرجو او يرجوه هو، فبالتالي هم بداوا يتبعوا سياسه جديده وهي الاعتماد على اللاعبين اللي هم مش شرط ان هم يكونوا اسماء. طبعا هيبقى في لعيبه طبعا عندها ليها اسماء وخبرات، وده لازم يكون موجود في اي فريق الدوري الممتاز. صحيح. انما برضه بنستكشف لعيبه جديده سواء من شباب نادي الجونه او لعيبه من القسم الثاني، وهم شافوا ان اللي ممكن يعمل الكلام ده هو علاء عبد العال، فبالتالي الهدف واحد، يعني الهدف ان احنا بنعمل فريق يبقى في الدوري الممتاز بشكل متميز ان شاء الله باذن الله، وفي نفس الوقت نقدر نعمل لعيبه جديده ونبني فريق جديد يستمر على مدار السنوات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن علاء. كابتن علاء، ايه رايك في النادي الاهلي؟ رايك في مارسيل كولر كمدير فني للنادي الاهلي خلال هذه الفتره وحصوله على 5 ألقاب من 5 بطولات؟ لا، هو النادي الاهلي بدا يعني يحط رجليه على الطريق الصحيح بوجود مارسيل كولر كمدير فني متميز هادئ الطباع، بيجمع ما بين شخصيه مانويل جوزيه وما بين فكر كروي عالي جدا، قادر يسيطر على لعيبه النادي الاهلي، قادر يدورهم بشكل كويس قوي في اداء فني متميز، اداره النادي الاهلي بتساعده بشكل متميز جدا في عقد صفقات متميزه في المراكز اللي هم محتاجينها، يعني انا شايف النادي الاهلي ماشي على الطريق الصحيح بدليل ان في خلال 6 شهور، اقل من 6 شهور، فتره مارسيل كولر حصل على 5 بطولات صحيح، ولسه في بطوله السوبر، في بطوله كاس مصر، في فلا لا طبعا الاهلي ماشي على الطريق الصحيح، مدير فني قدير محترم في شكل النادي الاهلي. كان في فترات كده كنا مش عارفين احنا النادي الاهلي بيشتغل باني شكل باني طريقه، بيدافع بيهاجم، لا في دلوقتي خلاص النادي الاهلي محفوظ شكله، التشكيل معروف، حتى اللعيبه اللي ممكن بيعمل عمليه تدوير ما تحسش بفارق كبير، وده دور المدير الفني ان يخلي الكل في الصوره، وهي سياسه واحده في الملعب، اي حد ينزل في اي مكان بيشتغل نفس السياسه دي، بتدل على ان المدير الفني ده قادر ان هو يسيطر على الاداء التكتيكي للاعبين، كله بيشتغل حسب فكره هو، هي سياسه واحده، ده موجود ده مش موجود، بيشتغل بهذه السياسه، ودي بتميز النادي الاهلي في الاونه الاخيره. انا بشكرك جدا يا كابتن علاء على كل هذه المعلومات الفنيه وعلى وجودك معانا، شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونه، الحقيقه واحد من افضل المديرين الفنيين في الدوري العام المصري خلال المواسم السابقه.